أعلن مجلس الوزراء دعمه الكامل لرغبة السعودية الشقيقة في الترشح لتنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم لعام 2034، وأكد مجلس الوزراء أن هناك ثقة تامة في قدرة الأشقاء في المملكة العربية السعودية على تنظيم هذا الحدث الرياضي الكبير، خاصة في ظل النهضة التنموية الشاملة التي تتمتع بها المملكة حاليا، وكذا ما تسخر به من إمكانات وموارد تؤهلها لتنظيم هذا الحدث الرياضي الذي ترنو إليه أنظار العالم.